الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. أكد الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي محمد الغالي علي أكد اهتمام الدولة بالبحث العلمي وبوصفه ركيزة التنمية والنماء والتطور، مشيرا للدور الرائد للبحث العلمي في النهضة التنموية المستدامة. وقال الغالي لدى مخاطبته صباح الأمس الجلسة الافتتاحية للملتقى الثنائي لمخرجات البحث العلمي والابتكار والذي تنظمه وزارة التعليم العالي حقيقة بعض الجهود المبذولة والتي تتم من قبل الدولة لتطوير البحث العلمي، ودعا سيادته إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في النهضة بالسودان، مؤكدا استعداد مجلس السيادة لتبني مخرجات هذا الملتقى وترجمتها على أرض الواقع. التقى وزير الخارجية المكلف علي الصادق التقى بسعادة سفير جمهورية تركيا إسماعيل تشوبان أوغلو، وقدم سعادة السفير التركي تنويرا لمعالي الوزير عن عمله خلال الفترة الماضية، وأعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات لا سيما في التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم. من جانبه امتدح معالي الوزير العلاقات المتميزة التي تربط السودان بتركيا وعن تطلع السودان للتعاون مع تركيا في كافة المجالات وفي المنظمات الدولية، كما أعرب عن تطلع السودان لانعقاد اللجنة الوزارية العليا في القريب العاجل، وقدم الدعوة لوزير الخارجية التركي لزيارة السودان. وقعت حكومة قرب كردفان وشركة إكس دي الصينية على عقد تكملة محطة كهرباء الفولة التحويلية لمد مدينتي بابنوسا والمجلد بالتيار الكهربائي عبر الشبكة القومية. وقال وزير ديوان الحكم الاتحادي محمد صالح كورتوكيلا خلال حفل التوقيع إن المشروع يعزز دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد وبعض الجوانب الاجتماعية لإنسان المدن المستهدفة، وسيحدث نقلة كبيرة للبنيات التحتية في غرب كردفان. من جهته قال المستر بواه مدير الإدارة الاقتصادية والتجارية لسفارة الصين بالخرطوم إن المشروع يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية غرب كردفان، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع ذات خبرات وتجارب عالمية ناجحة في مجال الكهرباء. انطلقت بالأمس بمحلية شرق النيل فعاليات الدورة المدرسية الولائية رقم 39 تحت شعار يا وطني العزيز يا أول وآخر بمدرسة دكتور إدريس جلال الثانوية بحضور والي ولاية الخرطوم ومجلس الحكومة الولائية وعدد من ممثلي الوزارات والوحدات الإدارية. وأوضح مدير إدارة المناشط المدرسية بوزارة التربية والتعليم ببكر علي يحيى أوضح أن التدشين يأتي للاستعداد للحدث الأكبر وهو انطلاق الدورة المدرسية القومية التي ستشهدها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور في فبراير من العام 2023. وفي ذات السياق أكد والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة دعم حكومة الولاية لمثل هذه المناشط التي تدعم النظام التعليمي، مما يساعد في إيجاد بيئة تعليمية تعزز المواهب وتدعم الطلاب المتميزين. ترأس مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض الوزير المكلف نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالات الولاية بأعياد الاستقلال المجيد مصطفى حسن موسى، ترأس صباح اليوم بقاعة أمانة الحكومة بربك الاجتماع الأول للجنة، وناقش الاجتماع الترتيبات والإعداد للاحتفال فيما يختص بالعروض العسكرية والرياضية والفرق الشعبية والمهرجانات الثقافية وتكريم رواد الاستقلال بالولاية، بالإضافة لافتتاح بعض المنشآت التنموية والخدمية. وأمن الاجتماع على تقسيم فعاليات الاحتفال بين محليتي كوستي وربك والاتفاق على تكوين لجان متخصصة لإعداد البرامج وتكاليفها وتحديد مواعيد قيام الكرنفال. المشاهدون الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.